السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير، ومرحبا بكم في لاشين ديالكم كندا موتيفاسيون فلوغ. اليوم لا فامي حبيت نهضر لكم على كيفاش تقدروا تحصلوا على عقود عمل، وكيفاش تقدر تخدم اوتون كو بريبوزي او بينيفيسيار. وهذا راه ميساج للناس اللي باغيين يجيو سياحه، والناس اللي باغيين يجيو عن طريق اقامه دائمه وكيهمهم هذا المجال. خاص تعرفوا لان هذا المجال ديال بريبوزي او بينيفيسيار سي تري بيان بايون. باش كتبدا ب 23 دولار وما فوق، يعني 23 25 26 دولار باش كتبدا. والناس اللي باغيين يجيو سياحه ايفيكتيفمون كيجيو كيطرحوا لي بزاف ديال التساؤلات، شنو صافي غنجيو سياحه، واش ممكن ندير فورماسيون وتو الوضعيه وداك الشيء. ممكن تجي عن طريق فيزا فيزيتور، دير فورماسيون اون لين الا كنتي خرجتك فيزا ممكن ديرها في المغرب، وممكن تجي لحنايا وديرها. ملي كدير هذا فورماسيون اون لين من تما كتسمح لك انك تخدم فاش كتسالي تخدم في دار ديال الاجازه، ولكن انت ولا كومبيتونس ديالك انت. الا كنتي كومبيتون عندك لا موتيفاسيون، عندك الفرونسي مزيانه، عندك ديبلوم ديال بريبوزي او بينيفيسيار، عندك شويه ديال اكسبيريونس ديال السيرفيس على كليونتيل ديال الكومينيكاسيون، غايقول لك مرحبا اهلا وسهلا، ممكن تجي وتخدم معنا، راه حنا باغيينك، باغيين لا مان دوفر كومبيتونس. وخسارة على انك انت ولا انت اللي كتفرج فيا راك ديجا عندك تو تيفو، ولكن ما عارفش، عارف ما عندكش، عارف ان عندك الامكانيات، عندك الرغبه، عندك الشراره ديال ليميغراسيون، بغيتي تهاجر ولكن تقلب على شنو هما السبل. هادشي علاش دابا انا كنهضر لك على السبل، كيفاش تقدر تهاجر، كيفاش تقدر تيميغري، وهكا تقدر تخوي البلاد باقل الاضرار. دونك بلا ما نكثر عليكم، غادي ندوز دابا لواحد الفيديو غنبارطاجيها معكم، تصورتها من داخل واحد الدار ديال الاجازه. دخلت الدار ديال الاجازه، صورت الداخل ديالها، وغادي نوريكم بعينيكم نو زومبوشون. هادشي راه ما كنقولوش من عندي، غتلقى الداخل ديال الدار ديال الاجازه واحد لابونكارت وكاتبين نو زومبوشون، باغين اليد العامله. هادشي علاش انت ولا انت اللي كتفرج فيا راه محتاجينك هنا، وانت راك ما فايق الدنيا اخبار، والمره كتجري من تحتك وانت راه دار غفلون. هادشي علاش فيقوا معايا، كونوا بشكل. ليميغراسيون راه كتبغي تكون الانسان عنده الكفاح، عنده لا موتيفاسيون، عنده الرغبه، كيتقاتل. ولا بغيتي تسول وضعيه راه ممكن تسول الوضعيه، كاينين بزاف ديال الناس اللي توفقوا كنعرفهم جاو هنايا وقدروا يسولوا الوضعيه وخداو لو بيرمي دو ترافاي ديالهم. هادشي علاش انت ولا انت ممكن انك تسول الوضعيه، ممكن دير هاد الطريقه هكا، وهكا غيكونوا حدودك اكبر وانت ورزقك. داكشي راه كيبقى حنا راه كنديروا السبب، وداكشي كيبقى توفيق من الله سبحانه وتعالى. دونك غندخلوا غتشوفوا دار العجزه كيفاش دايره من الداخل، الشكل ديالها، الناس اللي راكم غتخدموا معاهم، وغتشوفوا على داكشي راه متيول وزوين و سي تري بيان اورغانيزي، والحمد لله راهو محتاجك انت ولا انت، راه عندك تو سكيفو، عندك كاع المؤهلات باش تخدم في دار العجزه. خاصك غير سيفي كندي يكون مغيز، ويكون عندك الشروط اللي غادي نهضر عليها في الاخر ديال الفيديو. دابا غندوز نوريكم دار ديال العجزه كي دايره من الداخل، ومن بعد غادي نهضر لكم على الشروط اللي لازم توفر فيك باش تقدر تخدم وتلقى عقد عمل في هذا المجال، او لا حتى لا جيتي عن طريق السياحه شنو هما كيفاش تقدر تقلب على هاد الشركات وعلى هاد لي ميزون ديال لي بيرسون زيني. وهكا غتكثر من الحظوظ ديالك باش تلقى فرصه عمل، وما غاديش تحشم بالعائله ديالك اللي معوله عليك وبغاتك تسول الوضعيه. حتى انا والله لوبجيكتيف ديالي هو انكم تسولوا الوضعيه وتقادوا المسائل ديالكم والموتيفيكم على الهجره، حيت باقي ما يدار. ودابا ما تنساش بيان سور تابونا معنا، تبارطاجي لا فيديو الا كتعرف شي واحد اللي انتريستو باغي يهاجر، وخلي ليه واحد ابوني، خلي ليه واحد كومونتير، وديما الموتيفاسيون وديما الكوراج. دار ديال العجزه راه هي هادي، ها نتوما كتشوفوا معنا. فاش يلا كتدخل كتبان لك واحد لا بيبليوتيك على اليسر، الصالون على اليمين. الصالون مريحين فيها، نتوما كتشوفوا الرجاله مريحين كيتشمشوا، حاضر اللي غادي واللي جاي مسالين. في لاغوش كتلقاو بيبليوتيك، دايرين لهم مكتبه ودايرين لهم طبالي كيريحوا، عيالات كيبداو يخيطوا كيبداو يلعبوا الرامي ولا كيلعبوا داما وداكشي. هنا بلو لوان كتزيد لقدام شويه كتلقى الناس ديال لا كويزين، ها هما هنا كاينين دي سالا مونجي، بزاف ديال الطبالي كيريحوا كيتعشاو فيهم اولا كيتغداو. فاش كيديروا دي غوبا اونصومبل باش يبقاو اجتماعيين، فاش كيوصلوا لهاد السن هاد الناس خاصهم، الناس اللي خاصهم كيوليو اجتماعيين، كيوليو ظريفين معاك، كيعاملوك معامله حسنه، باغيين يهضروا معاك، باغيين غير معاملين يتحتو. ديري ليهم هاد البواطه ليتر كيجيبو ليهم فين كيجيو لي ليتر، الكنيسه ديالهم هيا عواد يمشيو للكنيسه، ديري لهم كنيسه في لا ريزيدونس كيصليو فيها الحد.
وهنايا راكم كتشوفوا لي زاسونسور بارتو باش يطلعوا باش يهبطوا، زائد عندهم هذيك اللعيبه كيبقاو يدفعوا قدامهم باش تعاونهم في المشي، كيديروا لا مارش. صراحه من اطيب خلق الله هاد الناس اللي تلاقيت معاهم هنايا، اي سون فريمون سيمباتيك، وهذه احسن مثال. كتلقى معاه كتعرفك براني، كتجي كتقول لك سافا بخير، انا راه كل شيء بخير الحمد لله، انا مزيانه كنتمشى، اللهم لك الحمد. يعني تا هما كتلقاهم حامدين الله وشاكرينه. وهنا راه كتبان لكم على اليسار ديالي بون كارت ديال نو ريكروتون، باغين بنادم، وهذه راه بارتو في كاع لي ريزيدونس ديال لي بيرسون زيني، باغين دي زومبلويي، باغين بنادم، وكيجيبو بنادم من البوروندي، من الكاميرون، من لالجيري، من المغرب. هادشي علاش سي لو مومون بنادم يدفع يتوكل على الله. راه ما كنهضرش انا على هاد الدار ديال العجزه، كنهضر على كاع الدوره ديال العجزه. انا راه ما بين دار ودار كتلقى دار ديال العجزه. هادشي علاش الانسان ما يبقاش كيتسنى فرصه تجي لعندكم، خاصك تقلب على راسك، تقلب على هاد فرص العمل. وراها هي، هاني جبت لك اخويا هاد الهمزه، جبت لك اختي هاد لا بوسيبيليتي، حاولوا تقلبوا على راسكم. ممكن تجيو عن طريق عقد عمل، راني كنقوله كنأكد فيها، او عن طريق سياحه ودير فورماسيون، او عن طريق الاقامه الدائمه. دابا لا فامي غتقول لي سي بون وريتيني هذا الفيديو يا يونس، شفنا هذوك الشرف، شفنا كومون سا مارش لي زوفر دومبلوا، بانت لي هذيك نوزون بوشون، ولكن كيفاش نقدروا نبوستيو يا يونس؟ كيفاش تقدر تبوستيو؟ سي تري سامبل، كاينين جوج ديال الطرق باش تيميغري وتخدم اوتون كو بريبوزي او بينيفيسيار. الطريقه الاولى هي انك تبوستيلي من ليترونجي، من البلد اللي انت فيها ممكن انك تبوستيلي وتصيفط السي سي في ديالك وتصيفط لي دو موتيفاسيون وتقدر تحصل على عقد عمل. هذه هي الطريقه الاولى. وفين تقدر تبوستيلي؟ غتبوستيلي لي غيشي دومبلوا، مونستر، انديد، جوب اليكو، ورك بوليس. هادو هما لي سيت ويب اللي تقدر تلقى فيهم دي كونترا دو ترافاي بالمجان. الطريقه الثانيه اللي تقدر تحصل بها على عقد عمل اوتون كو بريبوزي او بينيفيسيار هي انك تقلب على، كتدخل كتقلب على لي بيرسون لي ميزون دي بيرسون زيني، لي ريزيدونس ديال لي بيرسون زيني، وهذوك لي ريزيدونس كتقلب عليهم كتلقى تدخل السيت ويب ديالهم. فاش كتدخل السيت ويب كتلقى كارير اوفر دومبلوا، وكتشوف لي زوفر دومبلوا اللي دايرين هما، وهذيك الساعه ممكن انك تدخل وتواصل معاهم، تواصل مع الغوسوك تيمان وتصيفط لهم سي في دو موتيفاسيون، وهما راهم كيجيبوا بنادم. مثلا هاد الدار العجزه اللي مشيت فيها دابا جايبين دي بيرسون من البوروندي، من الكاميرون، ومن لاجيري، ومن المغرب. هادو هما الدول اللي جابوا منهم مؤخرا. وسولت السيده قالت لي فوالا راه كنريكروتو اون انترناسيونال، وديجا دابا حاليا راه عندنا نقص، ولكن راه سي لا اي اش اللي كديري هادشي ماشي حنايا. انا سولت غير السيده اللي فاكول. هادشي علاش انت ولا انت بغيتي تجي لكندا، سواء كان عندك ديبلوم ديال الانفيرميير في المغرب او ما عندكش، سواء جيتي السياحه انا كنعطيك غير اون بيست. كاينين الناس اللي جاوا هنا عن طريق السياحه وداروا فورماسيون بريبوزي او بينيفيسيار اللي دازت المده ديالها 50 يوم، يعني تقريبا بريسك شهرين. ملي كيديروا هذيك لا فورماسيون كتخرج كتهز سي في ليتر دو موتيفاسيون وكتبوستولي في لي ميزون ديال لي بيرسون زيني، هاد لي ريزيدون. ملي كتبوستولي لا ماجوريتي كيتوفقوا وكيحصلوا على عقود عمل وكيبداو باكثر من 21 دولار في الساعه. علاش؟ كاين الناس اللي كيبداو ب 25 دولار، ولكن شكون هما هاد الناس اللي كيبداو ب 25 دولار؟ هما الناس اللي ديجا عندهم ديبلوم ديال الانفيرميري في المغرب. كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتعرفوا، كاينين الناس اللي هما كاين انفيرمليه فرملي، كاينين دي بيرسون اللي عندهم عندهم ليكسبيريونس في الدومين دو سونتي، وهاد الناس راه كيجيو هنايا عن طريق السياحه. وفاش كيجيو كيدوزوا فورماسيون اون لين، ومن تما كيحولوها، حيت ما يقولش لي حق واد يونس كيفاش غندير هاد لا فورماسيون. هاد لا فورماسيون كديرها اون لين ماشي اون بريزونسيال. تقدر تكون نتايا دافع باقي في الجيري او باقي في تونس وباغي تجي هنا السياحه، كدير هاد لا فورماسيون ديال بريبوزي او بينيفيسيار، ومني كديرها كتجي هنايا كتصوفي راسك وكتدبر على راسك. انا الفيديو مشيت اليوم كان عندنا اون فوازين بغات تنتقل لدار ديال العجزه، عاوناها في سبيل الله، جارتنا عاوناها في سبيل الله، وداك الشيء مشينا حولناها هي والزوج ديالها. وطاحت لي هاد الفكره ملي بات لي نوزون بوشون، قلت الله عندنا ديجا ولاد بلادي وبنات بلادي اللي باغيين يجيو لكندا، كيقلبوا كيتقاتلوا على كيفاش يهاجروا لكندا، وهاي بنت لي نوزون بوشون. وسولتهم قلت لهم واش كتريكروتي اون انترناسيونال، قالوا لي وي. قلت علاش انا ما نعطيش هاد المعلومه لحبابي لا فامي ديالي اللي كتفرج فينا باش كلشي يستافد. هادشي علاش اخوتي، بما اني انا خدام وكندبر على راسي ومصوفي راسي الحمد لله، وانتم كنتو خدامين وكابابل، اخ تعرف على ان الفرصه راه ديالك، راه بوغ ايميغري راه سي فاسيل. ممكن انك تجي وتيميغري خص تكون عندك غير العزيمه والاراده، وداك الشيء راه كيبقى توفيق من الله سبحانه وتعالى.
هادشي علاش ما خصكمش تهبطوا يديكم، خاص يبقى عندكم هذيك الكوراج، يبقى عندكم هذيك لا موتيفاسيون. وشحال من واحد اللي راه هو كيتفرج فيا وعنده النقاط، عنده السكور طالع باش يدفع في اريما او لا في اونتري اكسبريس، وكيزيتي وخايف، خايف من الفرونسي، خايف من ليفالياسيون. ما تخافوش، ومدي معادله الشواهد ما تخلعناش، الامتحان ديال تي سي اف كندا ولا لي اي تي اس ما يخلعناش. خاصنا غير نبقاو متحمسين، نبقاو بوزيتيف، نكونوا ايجابيين، ما نستريساوش، وداك الشيء راه كامل كيكون ساهل على فامي. هادشي علاش كنتمنى لكم التوفيق في مشروع الهجره ديالكم، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسهل عليكم باش تحققوا لوبجيكتيف ديالكم. وانا راه معاكم، انا راه وراكم والزمن طويل، حتى تهاجروا وحتى تيميغري وحتى تجيو هنا ونديروا كافي ونبارطاجيو ليكسبيريونس ديالنا مع الناس اللي باقيين في المغرب باش نعاونوهم باش يجيو هنا لكندا. فهمتوني؟ هادشي علاش اخوتي زيروا لي الصمته، زيروا لي الصمته، وما تستناوش فرصه تجي عندكم، ما تستناوش كونفيتو عيطكم يقول لكم اه راه دبرتك كونترا دو ترافاي اجي عطيني واحد 6 مليون. لا، كونترا دو ترافاي ممكن تلقاها انت راسك، وانا دابا عطيتك غير هاد لا جوب ديال بريبوزي او بينيفيسيار. قريبا ان شاء الله غدا ولا بعد غدا غندير لكم فلوج كنهضر لكم على كيفاش تقدر تلقى عقود عمل بالمجان، كيفاش تقدر تلقى دي كونترا دو ترافاي بالنسبه للكويزيني، الكتريسيان، سباخ، ميكانيسيان، خدام كدير السودور، كدير التور، هاد الميتي كاملين غندير لكم فيديو غنشرح لكم كيفاش تقدر تلقى عقود عمل. تبارك الله عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنحييكم ديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج، والله يسهل عليكم في لو بروجي دي ميغراسيون ديالكم، وكنتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله غادي تيميغريو لكندا. خصكم شويه الصبر، صبروا على الخبيزات ديالكم، دابا يفرج مولانا، والله يخلي لكم لا فامي ديالكم وليداتكم، ما عز عليكم. وتحياتي الحاره يونس، تحييكم من كندا.